يواجه فريق الهلال فريق الاستقلال طهران في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا كي تشاهد معنا المباراة مع عليه فضل التطبيق سير والاشتراك في وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب كينك أرينا برياد في تم الساعة التاسعة ليلا بتوقيت السعودية وقطر والإمارات والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بكل من توقيت المغرب والجزائر وتونس سوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت اف سي والاس اس سبورت دي واعيده تجدون في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة لا تنسوا لايك والاشتراك في وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما و وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة و لكم في مدن قادم